الست نهى بنت عمتها 20 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كانت بتزورهم وتوفيت. والبنت كانت في، يعني كانت عندها الدورة الشهرية، لكن كانت في ختامها، وبتقول إن هي كانت المفترض هتقوم تغتسل فلم تتمكن وتوفيت، فغسلوها وهم ما قالوش للمغسلة إن هي عليها الدورة، فهم يخشوا إنه الطهارة أو غسلها لم يكن على الصورة السليمة، فلو في كفر الغسل كما ذكرت لحضرتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، علمنا النجاسة دي نجاسة حكمية. يعني إيه؟ يعني المرأة الحائض لازم حكمها أن تغتسل عشان تقدر تمارس وتؤدي العبادات. الرجل والمرأة الجنب لابد أن يتطهر كي يستطيع الصلاة والقيام بسائر العبادات، حكمهم كده. لكن هم عشان أصابوا جنابة أو حيض أو نفاس في أن هم نقول أنه ده نجس، لا يمكننا القول، لا يمكننا أن نقول ذلك. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إنما حكمه في الشرع أنه إذا أصابه كذا لابد أن يكون كذا، وزي ما شرحنا وبينا لحضرتك. يبقى كونها كان عندها الدورة مش نجس، حكمها في الشرع أنها تغتسل عشان تقدر تقوم بده. طب إيه اللي حصل مع المغسلة؟ الغسل تحقق على كل حال، ونحسبها من الشهداء، ولا كفارة ولا شيء على حضراتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة والصبر، وإنه يلهم الصبر لأهليها. اللهم آمين.